أهلا بكم من جديد. سجل إكسبو 2020 دبي إقبالا كبيرا في أعداد الزوار التي بلغت أكثر من 411 ألف زائر من حاملي التذاكر في الأيام العشرة الأولى من انطلاق أول إكسبو دولي يقام في بلد عربي والأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. صحيح. محمود حمدان زميل التقى بشونا ميكيغان وهي نائبة رئيس أول الاتصال في إكسبو 2020 دبي وأتى لنا بهذا التقرير نتابع. Yes, we're delighted to announce that in the first 10 days. نعم، نحن فخورون بتسجيل أكثر من 411 زيارة من حاملي التذاكر منذ انطلاق إكسبو، أي من الأول إلى العاشر من أكتوبر. ولا تشمل هذه الأرقام ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم، كما لا تتضمن موظفي إكسبو أو المدعوين من الجهات الرسمية، ونحن فخورون بهذه الأرقام.